هذا يسأل هل يكون الاعتكاف من المغرب إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني ثم الخروج من المسجد؟ نعم، الاعتكاف قلنا ما له حد أقله ولا لا يكفي، فإذا اعتكف ليلة كاملة من المغرب إلى الفجر حصل له اعتكاف، حصل له الاعتكاف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. يكون الاعتكاف الليل فقط أو في النهار فقط أو يكون بالليل والنهار، وهذا أفضل، وتكفي نية واحدة للاعتكاف، مو بكل يوم ينوي. إذا كان ناوي أن يعتكف العشر الأواخر تكفي النية في أوله، مو بكل يوم يجدد النية. نعم.